متواجد حاليا في معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته 31، تظاهرة ثقافية الجميلة، واللي أنصح صراحة كل الناس أنها تيجي وتحضر وكذلك تقتني أبرز وأهم الكتب اللي موجودة بالنسبة لذائقتها القرائية. دور نشر كبيرة موجودة، سفارات، كذلك العديد من الأنشطة، فلا تفوتكم هذه الفعالية. متواجدين اليوم في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 31 احتفالا بمرور 50 عام على انطلاقة المعرض. هذه النسخة استثنائية بتواجد العديد من دور النشر من مختلف دول الوطن العربي. نتمنى أنكم تزورون المعرض وتستمتعون بالكتب الموجودة وأيضا بالفنون التشكيلية الموجودة بقوة في هذا المعرض.